شلونك طلال؟ زين هلا الحمد لله خير الله يسلمك. هذا شكلها الوالدة عدة؟ لا هذه خالتي وصايف اللي كلمتك عنها. حين هذا المهندس طلال؟ اي المهندس؟ وش فيه كذي عرقان وحالته لله ومبهدل نفسه؟ ذمتك حين هذا مهندس؟ انت ليش كذي مهزئ نفسك كذي؟ انا عبالي من اللي اجرونهم بدينار ونص. عن اذنك خالتي الله يحرجك، ايش قلتي له كذي؟ ترى ما يجوز. ما انا صادق ايش فيه كذي مبهدل روحه وحالته لله حتى ريحته فايحه؟ ترى والي موت كل اليهال اللي مجمع من الريحه. سامحني يا يبا، ما توقعت اني اخون الامانه وتعبث باغراضك اللي كنت احتفظ فيها. بعد وفاتك يا ما طالعت الصندوق وكنت افكر اني افتحه، بس كنت اقول عيب، هذه اغراض الوالد الخاصه والمرض ما امهله حتى انه يتخلص منها. لكن الحين ما اقدر، أبي شيء واحد بس يثبت لي أن هالمرأة هي نفسها أمي. السؤال هذا مو راضي يطلع من راسي. وأوعدك يا يبا أن مهما كان جواب هالسؤال فأمي راح تظل ميتة بعيني مثل ما قلت لي.